اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم الاسبوعي من جهه اخرى. الحلقه دي بتتزامن مع المعارك اللي حصلت وحاصله في الفاشر والحصار اللي بتتعرض له المدينه والضحايا المدنيين اللي بيسقطوا كل يوم في الفاشر وفي الجزيره وفي كردفان وفي دارفور والمناطق الاخرى التي تشهد المواجهات بين قوات الجيش والدعم السريع. فكيف نحمي المدنيين في هذه الحرب ونقلل الخسائر وسطهم؟ وقصف الطيران ده يعني نحن بنستغرب عادة كده بيضرب الأهداف المدنية. نحن بنناجد إنه القصف بهذه الطريقة أو بعدم الاحترافية يعني يقيف. تقوم المنظمات الدولية بإخلاء المدنيين من المناطق المشتعلة وفيها اشتباكات وفيها القصف المتفاعل كثيف. الاعتداء على القرى الآمنة، يعني مثلا نحن الآن أنا في قرية من قرى السودان الكثيرة. فالناس تحاول يعني تحكم صوت الأجل والبلد دي يعني ماشي في انهيار تام. كعادتنا كل مرة عملنا استبيان حول الأسباب الأساسية التي تساهم في رفع عدد الإصابات والخسائر بين المدنيين. ظهر من الاستبيان إنه الاحتماء بمناطق سكن المدنيين هو العامل الأكبر في رفع عدد الإصابات. يجي بعده القصف المتبادل بالطيران والمدفعية بشكل غير دقيق أو أعمى. بنسبة 31% من المشاركين قالوا ده من أسباب الإصابات. في الترتيب الأخير بيجي انضمام وانخراط المدنيين نفسهم في التطوع للقتال تحت راية الجيش أو الدعم السريع. وده بيؤدي لحوادث قتل وإعدامات بسبب الاشتباه بالمشاركة في القتال بين الطرفين. نسبة 12% من المشاركين قالوا ده واحد من أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم. رجعنا لكم مرة أخرى. كيف نحمي المدنيين في هذه الحرب؟ في الفقرة الأولى من برنامجنا عندنا اثنين من الضيوف المتحدثين، الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وبابكر حمدين وزير الصحة بإقليم دارفور. نبدأ بالأستاذ بابكر حمدين وزير الصحة في إقليم دارفور. قامت ميليشيا الدعم السريع بمحاولة حصار مدينة الفاشر وقطعت منها كل طرق التواصل سواء كانت البرية أو حتى الطرق الجوية، وهو ده أمر معلوم، وقطعت خطوط الإمداد، ولم تتمكن حكومة الإقليم من إيصال كل المساعدات الإنسانية اللي مفترض تصل لمدينة الفاشر. وكان زي ما معلوم في الأيام اللي فاتت تم إرجاع أكثر من 40,000 جوال مساعدات إنسانية مفترض تصل للفاشر. هذا الهجوم الحصار سبب شح في الدواء، شح في الغذاء، شح في الوقود، وكذلك في مياه، حتى في الحصول على مياه الشرب. وهذا الحصار زاد من حالات سوء التغذية، وزاد من تفشي الأمراض، وزاد من حالات الوفيات وسط الأطفال. محاولة الدعم السريع في أنه يقطع الإمداد عن المدينة ويضعها في وضع هو يعني أشبه بالحصار، يعني المسألة تعتبر جريمة، هي جريمة يعني جريمة بكل المقاييس، لأنه حقوق الإنسان تحفظ حتى لو كانت في لحظات الحرب ولا وفي لحظات النزاعات، لابد من الحفاظ على أرواح الأبرياء. لكن الدعم السريع عودنا منذ أن بدأ الحرب في 15 أبريل إنه حربه لم تكن
اتجاه القوات المسلحة في حسب ان هي الحرب موجهة بشكل مباشر اتجاه المواطنين. الجهود ماشية، الجهود ماشية على قدم وساق في انه لابد من انه تستعاد مدينة مليط، ولابد من يتم دحر الميليشيا وهزيمتهم بشكل نهائي، وتنساب حركة المساعدات وبما فيها حركة السلع التجارية وكل البضائع. ده كان بابكر حمدين وزير الصحة بإقليم دارفور. برضو عملنا لقاء زي ما قلنا مع الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، يتحدث في عدد من المواضيع من بينها موضوع حماية المدنيين. فيما يلي القضية الأولى تطورات الأوضاع في الفاشر، أنا شرحت للمبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية الخطيرة حقيقة في مدينة الفاشر الآن، وأنا برضو عندي تجربة لأنه كنت في الفاشر وشرحت له المقترحات اللي نحن قدمناها لما كنا في الفاشر، لا سيما المقترح القاضي بخروج بضرورة خروج قوات الجيش والدعم السري من الفاشر. طبعا ده خيار الأمثل باعتبار انه القيار الأول هو مسألة وقف الحرب. طبعا الصحيح انه مفروض تقيف الحرب عشان المواطنين ما يتعرضوا لضرر، لكن طالما الخيار ده ما متاح، الخيار الثاني انه ممكن الأطراف المتحاربة تخرج خارج الفاشر، ولو في معارك مفروض تكون خارج مدينة الفاشر ولا تكون وسط المواطنين. والمقترح حقيقة لما قدمناها للأطراف وقتها احنا اتناقشنا مع الأطراف كلها لا سيما من قيادة الدعم السري، وهم موافقوا شريطة انه تخرج برضو الجيش من الفاشر. نحن نقلنا هذه الرسالة للطرف الآخر، ووقتها كنا مؤولين للقوات المشتركة القيادة والسيطرة باعتبار انه طرف محايد. لحظة خروج القوتين المتحاربتين من الفاشر مفروض قوة القيادة والسيطرة او القوة المشتركة مفروض تتولى الإدارة الأمنية للمدينة، لكن طبعا للأسف المقترح اصبح غير عملي باعتبار انه الجيش والحركات المتحالفة مع حركة مناوي وحركة جبريل رفضوا هذا المقترح، وباعتبار انه هم اصبحوا جزء من القوات المسلحة وهم مصممين للقتال واستمرار القتال بجانب الجيش ضد الدعم السري. ده كان الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية. ما زلتم متواصلين الاستماع لبرنامج من جهة أخرى من راديو دبنجا. نتف في فاصل قصير ونعود. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. أهلا بكم أعزائي، نواصل برنامج من جهة أخرى وموضوع حماية المدنيين. كعادتنا في كل مرة أتحنا الفرصة لعدد من المواطنين عشان يشاركوا برأيهم في موضوع حماية المدنيين. في الدقائق الجاية نستمع لهذه الطائفة من الآراء التي وصلتنا عن طريق الواتساب الخاص بدبنجا. فالغصف بيحدث عادة يعني لما يكون الجيش محتمي بالمواطنين، يعني في 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 أماكنهم المأهولة بالسكان، فعشان الغصف ده يقف يعني لازم يكون الجيش بعيد من المدنيين في مناطق خارج المدينة، إذا كان القواعد العسكرية ولا القواعد العسكرية وأماكن الجيش تكون خارج المدن أو خارج المناطق أو الغرة الكبيرة يعني بيكون فيها سكان. فعشان كده الناس بتقدر تتفادى
المشكلة دي الغزائف اللي بتسقط يعني نتيجة الغصف العشوائي في الغالب بيكون المستهدف انه الجيش، يعني بيكون مستهدف الجيش، فبتقع في المدنيين العزل بموتوا نتيجة الغصف العشوائي. فلما يكون الجيش بعيد من هذه المناطق، فبالتالي نحن بنقلل من خطورة الغزائف اللي بتقع يعني على المدنيين العزل في مناطقهم. يعني وغصف الطيران ده يعني نحن بنستغرب عادة كده، بيضرب الأهداف المدنية، ما بعرف المناطق اللي بيكون فيها ما فيها دعم سريع، ما فيها يعني إلا المواطن المسكين البسيط. فبنتمنى إنه العساكر الجيش يكون في مناطق بعيدة، تتم العمليات العسكرية بينه وبين الجيش، بين الدعم السريع في مناطق بعيدة من السكان. وكذلك لا ننسى يعني قصف الطيران المدني للأحياء المأهولة بالسكان، وده بيدي خسائر يعني فاضحة في الأرواح وفي المدنيين وفي البنية التحتية وفي المرافق المدنية العامة والخاصة. وحقيقة يعني نحن بنناشد إنه القصف بهذه الطريقة أو بعدم الاحترافية يعني يقيف، سواء كان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تناشد بهذا العمل حتى يكف الجيش أو الدعم السريع الضرر على المدنيين. احتماء الأطراف المتحاربة في المناطق السكنية، وده بدي لعدد هائل من يعني بيكون في خسائر وفي يعني ضرر بالغ للمدنيين. اثنين يعني بعد ما تتجدد الاشتباكات المفترض يكون في يعني ممر آمن وعشان يخلو به المدنيين، تقوم المنظمات الدولية بإخلاء المدنيين من المناطق المشتعلة وفيها اشتباكات وفيها القصف المتفاعل كثيف. الشيء الثاني الثالث برضو يعني يعني انخراط بعض المدنيين في بعض من القوات المتحاربة أو طرفي الصراع في بيكونوا معاه في البلدان، وده برضو يعني بيكون في خسائر يعني بالغة جدا، سواء كان في البنية التحتية أو في نفسهم ذاتهم. الشيء الذي يهدد المدنيين هو يعني الاعتداء على القرى الآمنة، الاعتداء على القرى الآمنة. يعني مثلا نحن الآن أنا في قرية من قرى السودان الكثيرة، وخوفنا أبدا، نحن في مناطق آمنة، خوفنا أبدا ما طيران ولا مستنفرين ولا كذا، خوفنا إنه تجينا قوات ونحن قرى آمنة تجي تهجم علينا وتسرق ممتلكاتنا وسياراتنا وتنشر الفزع في المدنيين. هذا هو العامل الوحيد الذي يهدد المدنيين، ومنه نتج جميع العوامل اللي انت ذكرتها في خياراتك. طيب، ونحن مقبلين على موسم الخريف ومع المشاكل الحاسة دي، لا قدر الله انه لو فشل الموسم الزراعي فيكون في كارثة ومجاعة، يعني نسأل الله إنه يكذب الأشياء زي ما بيقولوا السودانيين. فإن شاء الله الناس تحاول تحكم صوت العقل يعني، وتمشي تشوف لنا أقرب حلول لإيقاف الحرب يعني في أسرع فرصة ممكنة، لأنه البلد دي ما بتتحمل خلاص والله، نحن ألفينا مكفينا زي ما بيقولوا عليه. نسأل الله الأمن والاستقرار للسودان إن شاء الله. طيب، انا بضيف للاربع خيارات دي اللي هو دي الحاجات الاساسيه اللي بحدد سلامه المدنيين في الحرب، وفي حاجه تانية اللي هو انت تكون مصنف يعني بكل الاتجاهات. التصنيف ده بمفهوم انه يعني انت مثلا مسافر من منطقه لمنطقه، تمشي مناطق الدعم السريع انت بتهموك انت جياشي، تمشي مناطق الجيش بتهموك انت دعامي وكده، يعني فين انت زول مواطن مسكين ماشي لأي زول عنده مشاكله الخاصة به اللي هو اللي بخليه يسافر.
تمام، وده الحاصل يعني هسه حاليا ده. فالناس تحاول يعني تحكم صوت الأكل، والبلد دي يعني ماشية في انهيار تام اقتصاديا في كل شيء. يعني هسه الليلة خلاء ما عادي كله، وده في المهتات الآمنة يعني سيئة، خليك من مناطق الحرب ومناطق دايرة فيها الاشتباكات وكده. فالذات المعيشة بقت غالية شديد، يعني انت لما تمرق الشارع يعني بتحس بمعاناة المواطنين. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا. اهلا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في الجزء الاخير من برنامج من جهة اخرى. في هذه المساحة نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد موسى حريكة ليحدثنا حول موضوع حماية المدنيين، اسباب الخسائر و طرق الوقاية أو طرق تقليل الإصابات وسط المدنيين. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد موسى حريكة في برنامج من جهة أخرى، وحلقتنا المخصصة للإصابات وسط المدنيين والطرق المثلى لحماية المدنيين. نبدأ بالسؤال الأول. أستاذ حريكة، أنت براك شفت الحرب السودانية مما بدت وشفت الخسائر اللي حصلت، يعني الإصابات والموت المجاني بالجملة وسط المدنيين، لكن بهذا المعنى هل توجد حرب نظيفة بدون خسائر في المدنيين؟ طيب، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذه السانحة. حقيقة يعني بداية الحرب اللي بتدور في السودان هي حرب بشعة لأقصى درجة، والمدنيين هم يعني الذين وقع لهم العبء الأكبر والخسائر في هذه الحرب، بدليل الموت، فكرة النزوح الضخمة جدا، وعداد الجرحى، الجوع، عدم وجود مستشفيات صحية، أول موت المباشر في أغلب الأحيان. فأعتقد أنه دي كلها أو هذه الحرب بتقع بشكل رأسي على الإنسان السوداني المدني. وزي ما ذكرت أنت طبعا في الخسائر وسط المدنيين اللي هي خسائر عالية جدا، يعني الاستطلاع اللي انت عملته بيدلل على انه 54% مثلا احتمال المتحاربين بالمدنيين، دي خليه كبيره جدا. ده بيعود لاسباب كثيره جدا. اولا وجود الحاميات العسكريه، يعني من حيث الوضع الجغرافي في داخل السودان، نعم، في داخل المدن، امدرومه مثلا بتحتضن حاميات المهندسين والسلاح الطبي في داخل المدينة، مناطق مختصة بالسكان. عندك سلاح ذخيرة مثلا في جنوب الخرطوم، موجود أيضا في وسط المناطق العمرانية. سلاح المدرعات اللي هو موجود أيضا في جنوب الخرطوم في محاط مناطق سكانية. أعتقد أنه دي كلها من الأسباب اللي خلت الخسائر في داخل المدينة تكون بهذا المستوى. نعم. طيب، يعني هل الجهات المتحاربة الجيش والدعم السريع بيبذلوا عناية كافية عشان يجنبوا المدنيين هذه الخسائر والإصابات؟ أنا لا أعتقد أن ذلك يحدث إطلاقا بالمرة. يعني المتحاربين لا يضعوا أي اعتبار للخسائر في داخل المدنيين، يبدو أن أهدافهم الحقيقية هو الوصول إلى الخط مهما كانت التكلفة، بدليل أنه نحن الآن بنشاهد مثلا الحرب الدائرة في غزة، بتجي طائرات بتوزع منشورات الناس بتخلي المنطقة، زي الصراع الآن اللي بيدور عن إخلاء رفح وغيره. ما حصل في الحرب اللي دايرة في السودان أي إشارات من أي طرف من الأطراف المتحاربة للمدنيين بأنه يخلوا منطقة معينة
أو أن هنالك خطورة في منطقة معينة. إطلاقا ده ما حصل، وبنجد أنه خسائر عالية جدا في وسط المدنيين. كذلك البنية التحتية، البنية الهشة، الحالة السكنية في داخل السودان أيضا يساعد في ارتفاع أعداد الضحايا والجرحى. كذلك لا توجد ملاجئ. يعني نحن بنشاهد أنه في الحروب في معظم مدن العالم إذا كانت الحروب أصبحت شيء قدري بيكون في ملاجئ، بتكون في جهات معينة لنقول مثلا الدفاع المدني بوجه المواطنين للاختفاء في الملاجئ. ده ما حصل. في هنالك أيضا يعني استهداف واضح وصريح للمدنيين في الكثير من الحالات بالغصب بالطيران. نعم. طيب يعني بنشوف أنه مثلا الجيش بيستخدم البراميل، البراميل دي اصلا يعني نوع نوع قذائف تجدعها في الجو ما ممكن تتحكم فيها اصلا، وانت عارف انه في احتمال تقع في مواطنين، فهل ده بيدخل في يعني باب يعني باب جريمه بتاعت حرب او جريمه ضد المدنيين؟ طبعا بالتاكيد ده حاله قصديه واضحه جدا، ونحن يعني سمعنا في اكثر من مره انه الجيش بيستهدف الحواضن الاجتماعية للدعم السريع الذي قالت بصريح العبارة، وأيضا المكون المادي اللي هو الاقتصاد مثلا بيتمثل في الرعي في الحيوانات في الماشي في غير من الأشياء، وأيضا في مناطق المياه. يعني نحن شاهدنا أكثر من مرة أن الضحايا من الرعاة من مناطق الدوانكي اللي هي المناطق تحت المياه من الحفائر الحيوانات مثلا في القدرات، وده حال قصدية اللي هو إحداث أكبر قدر من الضرر زي ما يقول الجيش في الحواضن الاجتماعية للدعم السريع. طبعا هنا ده وجه غير أخلاقي للحرب. يعني الشيء الآخر عن ما يستخدمه الجيش السوداني يعني ما وصل مرحلة ما يطلق عليه في الحرب الموجودة في العالم بالأسلحة الذكية مثلا، وفي الواقع الأسلحة الغبية. الحرب في مجمل اللي داير في السودان هي حرب قبية. طبعا نحن تاريخيا عرفنا أنه مثلا مصنع اليرموك اللي هو تم غصبه في عام 2012 في أكتوبر يعني ما أحدث خسائر في أوساط المدنيين، بالرغم أنه اليرموك موجود في منطقة أبو آدم في داخل منطقة سكنية مكتظة بالسكان. مصنع شيفا اللي هو في منطقة كافور اللي تم غصبه في عام 1998 في أغسطس أيضا ما حدثت خسائر في المدنيين. هناك عنصر أخلاقي في الحرب، هناك عنصر تقني، والديل الاثنين يستغيدهم الجيش السوداني اللي هو العنصر الأخلاقي والعنصر التقني، وبالتالي الخسائر في داخل المدنيين أصبحت خسائر كثيرة جدا. نعم. طيب فيما يخص الدعم السريع عشان الكلام ما يبقى عن الجيش بس، هو ما عنده طيران لكن تتوفر له مدفعية قوية جدا، وهو بيستخدمها برضو بشكل بالطريقة اللي احنا شايفينها دي شكل أعمى يعني. أيوة نحن لا نستثني أحد من الأطراف المتحاربة. طبعا خسائر الدعم السريع الخسائر البشرية اللي حدثت في أوساط المدنيين مشاهدة في بصورة واضحة جدا في مدرمان، طبعا اللي هو القصف المتبادل ما بين كراري وما بين مدرمان، في سواء كان مدرمان القديمة أو مدرمان الغربية المناطق الغربية، ده القصف المتبادل من الطرفين الدعم السريع والجيش بالدانات بالمسيرات أيضا أحدث كثير من الخسائر في أوساط المدنيين. ما حدث في الجزيرة مدني بصورة خاصة أيضا حدثت خسائر كثيرة جدا على أساس هجوم الدعم السريع على بعض المناطق وغرفة أوساط المدنيين. نحن لا نستثني أحدا في هذه الحرب، هذه حرب بشعة بكل المقاييس، وهي حرب الضحايا أو الضحايا الضحية الأولى والأخيرة هو العنصر المدني، ذلك اللسان الآمن ومدخراته سواء كانت المنازل سواء كانت الثروة الحيوانية أو ما يملك من اقتصاد مهما كان شكله. نعم. أنت قبل طبعا جبت السيرة بتاعت ما يحدث في غزة، الحرب الدائرة هناك بتقوم بها إسرائيل في القطاع وفي رفح في الحتات الثانية وتوزيع المنشورات. طيب الجانبين هنا الدعم السريع والجيش يعني البضير مش إنه لو كان وفروا معلومات عن طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق الواتساب للمواطنين بانه يعني يتجنبوا حتات او يطلعوا يمشوا من حتات بحيث انه ما يكونوا في مرمى النيران؟ هو هذا السؤال اللي بيطرح نفسه يعني. وانا زي ما ذكرت في كلامي انه الحرب دي شكلها في كثير من الحالات يعني حرب قصديه
بتنتظر يعني تفتقر لأقل عنصر أخلاق. يعني من الممكن جدا بيانات استخدام موجات سينمائية محددة وسائط الميديا المنتشرة جدا من خلالها ممكن يكلموا الناس يقول لهم أخرج من الحتة الفلانية ما تمروا من الحتة الفلانية. ولكن بكل أسف يعني ده ما حصل بالنسبة للمتحاربين الاثنين سواء كان الدعم السريع أو الجيش السوداني. يعني كلاهما لا يهتم إطلاقا بسلامة الإنسان السوداني. وطبعا يعني ده هو أس المشكلة أصلا له فيه اهتمام بسلامة الإنسان السوداني ما كان جامد هذه الحرب ما نشبت هذه الحرب. لأن الإنسان المدني طموحاته في حياة آمنة وصلة هو الآن الضحية الأساسية في هذه الحرب. الأستاذ محمد موسى حريكة يعني هسي يعني شنو ممكن نلحقه؟ يعني كيف يمكن حماية المدنيين في ما تبقى من حرب ونتمنى إنها تنتهي بسرعة؟ يعني والله طبعا ما بيجي إلا في وقف الحرب يعني إطلاقا. يعني ما في حالة استثنائية. يعني جيش سوداني يفتقر إلى أسلحة ذكية. المتحاربين الاثنين يفتقروا إلى العنصر الأخلاقي في هذه الحرب. لا يوجد استثناء إطلاقا للإنسان المدني في هذه الحرب. وبالتالي المطلب الأساسي هو لابد من وقف هذه الحرب لتجنب الإنسان السوداني المزيد من الويلات ما بيحصل في الفجر أو في مدني أو في الخرطوم أو في بابانوسة اللي هي دمرة تماما وأصبح المدنيين فيها لاجئين الآن في الفولة في ظروف يعني غير إنسانية إطلاقا في البرة. دي كلها أو كل الخرطة السودانية الآن هي تقريبا مشتعلة وكلها خوف وكلها معاناة. نعم لا أعتقد أن هنالك أي أشياء ممكن أن تتخذ خارج وقف الحرب. لا بد من وقف هذه الحرب المجنونة. بحديث الأستاذ محمد موسى حريكة نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجة وإلى اللقاء.